حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة محور ملتقى دولي نظمته المحكمة الدستورية في الذكرى الأولى لتنصيبها. يتناول بالتحليل والنقاش إشكالية كيفيات وصول المواطن إلى القضاء الدستوري بما يحفظ سمو الدستور ويساهم في مطابقة التشريعات والتنظيمات مع مقتضياته، وذلك من خلال استعراض آلية الدفع بعدم الدستورية وما يقابلها من آليات في التجارب المقارنة. الميزة التي توفرها آلية الدفع بعدم الدستورية هو سلاسة الوصول إلى القضاء الدستوري، وهو ما يسعى المشاركون في هذا الملتقى إلى توضيحه. الهدف من هذا الملتقى وهو إبراز مدى بساطة وسهولة إجراءات التقاضي أو سهول إجراءات الولوج إلى القضاء الدستوري من أجل توسيع الثقافة الدستورية القانونية لدى المواطن الجزائري. عرض تجارب الدول في هذا الملتقى الذي تشارك فيه محاكم ومجالس دستورية من مختلف دول العالم سيسمح بالاحتكاك بالمؤسسات الدولية لكسب مزيد من الخبرة في المجال. لدى المحكمة الدستورية لجمهور اندونيسيا صلاحية لمراجعة القوانين مدى دستورية القوانين، ولذلك هذه المواضيع مهمة جدا بالنسبة لي المحكمة الدستورية لجمهور اندونيسيا كذلك. توضيح كيفية التداعي عبر القضاء الدستوري حتى يقبل المواطن على هذه الخطوة تساهم فيها المحكمة الدستورية من خلال تنظيم مثل هذه الملتقيات، لكنها أيضا مسؤولية الخبراء والمختصين ووسائل الإعلام.